والغيره ديالي لهاد المدينه والنضال ديالي اللي كان في الرياضه هو اللي خلاني نجي الانتخابات. والحمد لله وفقنا الله على ان ديك النكيرات طنجة وعقبور والصناديق عقبته. ما يمكنش المغرب صاحب الجلالة نصره الله وأياده ماشي في التجيبي، والمغرب ماشي في واحد التجيبي ديال التنمية وحنا كنبغيو نردوه للور. ما يمكنش. إذا كلنا مسؤولون وكلنا مستهدفون، وهذه حنا خصنا نكونوا في هذا الميدان. كنقول كل من مكانه خصو يساهم في تنمية هذه البلاد، لأن أي بلد متقدم القوة ديالو في المجتمع المدني ديالو، في الجمعيات ديالو، في الشعب ديالو. جنود مجند مكملين بنا وراء صاحب الجلالة نسأل الله وإياده. الكأس هذه يمكن أن نفوز بكؤوس أخرى، فوز بطولات أخرى ما حسيتش بها بحال اللي حسيت بهذه. وانا ما بقيتش رئيس وماشي عضو في المكتب المسير، حق هذا الفريق هذا كيسري الدم ديالي، لان خمس سنين راه الناس هادو كاملين كيتحاربوا مع الظلاميين مع رموز الفساد في هذه المدينه. شو شاطي جات اللحظه خصني نقولها، ورغم ذلك ما قدروش يكسروا شوكه هذا الفريق. اليوم الكاس هذا جا من رحم المعاناه، وملي كتجي شي حاجه من رحم المعاناه كتكون عندها واحد المذاق خاص. خمس سنين حنا كنسيروا تقريبا بصفر درهم، والانشطه ديالنا سنويه ببرامج رياضيه تربويه اجتماعيه. عندنا واجهه كانت مع الجامعه وواجهه في وسط طنجه، وهذوك عملوا يدو مع الشياطين باش يوقفوا الركله ديال الفريق، والنتيجه هي كاس العرش. كاس العرش غاليه. واضحين. الحمد لله دابا طنجه والمغرب تنفس، الشعب قال الكلمه ديالو، فهموا الواقع، طلعوا الناس اللي عارفين البلاد كيفاش كتمشي وخصها تمشي، عندهم افكار تنمويه، عندهم بعد النظر، النساء ديالو بالرجال ديالو، مجموعه الاخوان والاخوات كنشوفهم انا كيمارسوا في المجلس الجماعي شيء، ولكن الناس ايجابيين ليس ظلاميين. لهذا هذا اللقب عنده طعم خاص، كنشكركم عليه، انا كنشكركم انني كنت اللقب، لان انا كنسمع الرياضي سهلت منه، واخا عندي مهمه اخرى. حق هذا الفريق ديما عم كنحب، لان عندي الدم ديالي، ديتو دمي، ديتو وقتي، ديتو وقت ولادي، ديتو فلوسي، ديتو الليالي، لان كنا كنواجهوا واحد مجموعة الصعوبات هنا، سي حسن، مجموعة الناس معنا، ماشي هنا نساء ورجال.